ال ار جي تي المستوى الثاني، الاير تريننج او تمرين الودان. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هنتكلم عن حاجه جديده في الليفل الثاني في الار جي تي، حاجه بيسموها الاير تريننج او تمرين الودن. يعني ايه تمرين الودن؟ هو انا هلعب جيتار يا عم، ولا هتمرن وداني، ولا مرن مناخيري؟ لا، التمرين الودن دوت علشان انت مش عاوز تبقى عازف جيتار بس. طالما بدأت معانا كورس الار جي تي، انت مش عاوز تعزف الجيتار، انت عاوز كمان تفهم انت بتعزف ايه، انت عاوز تبقى موسيقي. في فرق بين الموسيقي وبين عازف الآلة. عازف الآلة بيعزفها وخلاص، يعزف اللي اداهوله الناس يعزفه، انما هو مش هيعرف هو بيعمل ايه، ولا يعرف يركب حاجات، ولا يعرف يعمل الحان، ولا يعرف هو نفسه يحس بالالحان اللي هو بيعملها بنفس الصدق اللي اتكتبت بيه، لان هو مش عارف حاجه في الهارموني، ومش عارف حاجه في الاير تريننج، ولا يعرف الكلام ده كله. فالاير تريننج ده من اساسيات علوم الناس اللي بتتعلم الات موسيقيه، محتاجين يتعلموها عشان يفهموا الاله بتاعتهم ويشتغلوا عليها. طيب الاير تريننج احنا بدأناه قبل كده وهنكمل عليه المره دي. عندي جزئيتين هشتغل عليهم. اول جزئيه ان انا اشتغل على ان انا افرق بين كورد ماجير وكورد مينير. الكورد الماجير بتلاقيه فرايحي. ليه الكورد الماجير فرايحي؟ عشان المسافه الثالثه اللي ما بين الاولى والثالثه دي، ثالثه كبيره، هي اللي بتدي طعم، بتدي طعم الماجير. طب لو الثالثه دي صغيره، يعني بدل ما هعزف المي هعزف مي بيمول مثلا، فنجرب شوف الفرق بينهم. حزينه شويه، شوف الفرق بين دي ودي. فلازم اعرف افرق بين كورد ماجير ومنير. طب اعمل التمرين ده ازاي؟ بانك انت تسجل عده كوردات، تسجلهم على شريط او بتاع، وتعزف كميه كبيره، يعني دي ري ماجير، سول ماجير، مي مينير، لا مينير، وتفضل تعمل في تنويعات، وبعد كده تسمعهم انت، وكل مره تقول ده كورد كذا، ده كورد كذا، ده كورد كذا، ميجر ماينر، ميجر ماينر، فتعرف تفرق بين الميجر والماينر والماينر. طيب ده أول تمرين أنا هطلب منك عشان الليفل ده نكون كملناه. في حاجة تانية بقى، إن أنا لازم أعرف أغني المسافات أو أتعرف عليها، حتى لو صوتي مش حلو مش هعرف أغني، لازم أتعرف على المسافات. إزاي؟ هنبدأ بسلم الدو ماجير. سلم الدو ماجير دو ري مي فا صول لا سي، وبرجع تاني على الدو. طيب لازم أعرف أميز بودني بين المسافة بين السي والدي والسي والإي مثلا. سي إي هتمرن عليها إزاي؟ إن أنا أغنيها. فسي دي سي دي أقولها كده، سي إي سي إي. فأنا لو جبت لك تفرق بين الاتنين الدي والإي، طبعا واضح جدا المسافتين واحدة منهم أطول من التانية، فدي تبقى الإي. وابتدي بقى أدور على مسافات أبعد، سي إف سي اف سي اف. انا بعلمها باغنيه بحبها، اغنيه اهواك بتاعت عبد الحليم، اهواك اهواك. لو غنيت اهواك وطلعت صح نفس النوته، او نفس النوته لو عملت الاساس بتاعها بتغني اهواك، يبقى ديت النوته الرابعه بتاعتها، اهواك. وبعد كده النوته الخامسه، جي سي جي سي جي، اللي هي اعلى، ما تنفعش اهواك. هي اعلى من الرابعه، اهواك اهواك، ما تمشيش، اهواك اهواك، انما اهواك واتمنى لو انساك كذا يعني. فانا المسافه عرفتها دلوقتي، الثانيه سي دي، وبعدين الثالثه سي اي سي اي، والرابعه سي اف سي اف، والجي سي جي سي جي، وبعد كده الستة اللا سي اي سي اي
سي اي سي اي اتمرن عليها. بعد كده السي بي سي بي سي بي سي بي وتحس ان البي عايزه تنزل على السي بي سي وتبتدي تقارن سي بي سي 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 بي سي اي وتحاول انك انت تكون بتتمرن طبعا مع نفسك بس الافضل يكون معاك حد صديق ليك بيعزف موسيقى وتمرنوا بعض يعني انت تعزف له النوت وهو يقول لك دي نوت ايه وانت تعزف النوت هو يعرف النوت دي ايه. الواجب بتاعنا ان احنا نفرق بين المسافات السلم الميجر كلها يعني كل مثلا مسافة ما بين الدو والري الدو والمي الدو والفا لو اتعزفت قدامي النغمة تعرف تفرق ما بين وتقول اسم المسافة اللي عليها النوتة دي. واشوفكم الحلقة الجاية.